حاجه متطوره اكتر عن المسرح، لان هي اصلا ميكس بين المسرح والفيجوال ارتس والرقص، هو ميكس بين كل حاجه، هو بيستوعب كل حاجه. البرفورمانس ارت خاضع لي تحت مظله حاجه اسمها كونسبتوال ارت، هو بيعبر عن كونسبت او عن مفهوم، مش عن مش حدث درامي، مش قصه دراميه. فالكونسبت اللي احنا كنا بنتكلم عنه، احنا كنا بنتكلم عن خطين مع بعض ليهم علاقه باثناء البشريه، دي النتيجه اللي احنا شايفينها. اول خط سيطره القوى الراسماليه على اداره الحروب عموما، وعلى تحويل المواطن المستهلك، وعلى ان هم بيخليهم طول الوقت عمالين يقتلوا في بعض ويستهلكوا، قادر يقاوم الشخص اللي قادر يقاوم الحروب واللي هم اخر اثنين هيقاوموا دول يتحطوا في محميه طبيعيه. الحيوانات كلها اللي هنا هي ما قدرتش تتكيف مع مجتمعها الخارجي، او هم عزلوها لاسباب تانية غالبا هي راسماليه، انه ناس تيجي تدفع فلوس تتفرج عليها. فهي نفس الموضوع، الكونسبت اللي انا قلته لك ده اللي احنا كنا عايزين نوصله على مستوى المشاهد، على مستوى احنا كمؤدين احنا بنعيش تجربه كامله، انت بتعيش يومك الحقيقي جوه بيئه مش بيئتك الاصليه، زي الحيوانات اللي هي عايشه حياتها كلها بيئه مش بيئتها الاصليه، والناس اللي شايفه ان ده عادي لان هم كائنات غيرنا. طيب احنا هو جوه احنا زيهم، انت اتضايقت واتريقت، انت عملت نفس اللي بتعمله مع الحيوانات مع ان احنا بني ادمين، والناس اللي شايفه ان ده مش عادي، طب انتوا ليه شايفين الحيوانات عادي؟ ما احنا برضو كلنا على واحد زي بعض.